ولنقاش ملف التعذيب في المعتقلات ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك. بتزامن مع كشف مفوضية حقوق الإنسان حالات تعذيب جديدة داخل السجون وأماكن الاعتقال، كيف تقيم أوضاع المعتقلين في السجون العراقية اليوم؟ بالتأكيد هذه التقارير التي تصدر مفوضية حقوق الإنسان الحكومية نقول أنها هذه التقارير يعني شبه رسمية، وبالتالي فإن هذه الأعداد وهذه الحالات التي تذكر في التقرير أنها من المشاهد أو من المسموح به أن يتناوله الإعلام وأن تتناوله هذه المفوضية. فخلال العامين 2017-2018 وجود 15,000 دعوة في محالة إلى المحاكم القضائية في العراق حول التعذيب الممنهج، وتمارس الأجهزة الأمنية التعذيب بصورة يومية وعلى جميع المعتقلين بلا استثناء، وهذا ما يدلل على أن العملية ممنهجة. وبعد استعراضها لمنظمة Human Rights Watch تقريرها في النصف الأول من عام 2019 بشأن التعذيب، قالت أن الحكومة لم ترد عليهم أو بالنفي أو الإيجاب على هذه التقارير التي صدرت من منظمة Human Rights، بل أن العمليات زادت بعد هذا التقرير المقدم من قبل هذه المنظمات الدولية، وهذا ما يدلل أيضا على عدم اكتراث حكومة بغداد بالتقارير الدولية الدورية على هذه الممارسات. من غير المستغرب على أن هذه الردود السلبية والاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين تعد من يعني هذه الانتهاكات الجسيمة أو عدم رضوخ هذه الحكومات على المجتمع الدولي في تنفيذ وتحقيق الاتفاقيات المزمع أو الاتفاقيات الموقعة من قبل حكومة بغداد على إيفاء هذه إنفاذ هذه الوثائق الدولية في دساتيرهم. وبالتالي فإن التعذيب تعددت في وساطة الأجهزة الأمنية، وهو ما أيضا ما يعرف وذكر في التقرير منظمة ووتش بتعذيب السفينة وتعذيب القطة وغيرها من الممارسات اللا إنسانية المبتكرة في مجال التعذيب. الحديث عن هذا التعذيب، كان هنالك تصريح للنائب خالد المفرجي عن مسؤولية الفصائل المسلحة حصرا عن اختطاف وتعذيب المواطنين، إلى أي مدى تظن أن فعليا الفصائل وحدها هي المسؤولة عن كل هذه الانتهاكات؟ نعم، هو يذكر في هذه الفترة 2014 إلى 2017 حيث أن ميليشيا الحج الشعبي وهذه الميليشيات المنضوية تحت لواء الأحزاب العملية السياسية هي من مارست الدور الكبير في عملية الإخفاء والاختطاف والفقد للمعتقلين، سواء كانوا في المدن التي دخلوها وسواء في مناطق ختام بغداد أو حتى في بغداد وفي مناطق الجنوب. وتمارس هذه الميليشيات بمعية القوات الأمنية هذه الممارسات الخطيرة بحق المدنيين، والنصيب الأكبر هو كما قاله المخرجي بأنه هي من عمليات الميليشيات المسلحة والميليشيات التي يعني في نظر القانون هي خارجة عن القانون، وبالتالي فإن القوات الحكومية هي يعني تعمل ضمن هذه الأجندات وتعمل ضمن يعني مسؤوليات الحج الشعبي، وهو معروف يعني لدى القاصي والداني بأن ميليشيا الحج الشعبي هي أرفع وأقوى من القوات الحكومية، وبالتالي فإن هذه العمليات بإمكان أو بمقدور هذه الميليشيات التحكم في الأعداد الكبيرة من حالة الإخفاء والاختطاف. والحديث عن هذه الحالات من الاعتقال والاختطاف وكذلك التعذيب، كيف تتعامل المنظمات الحقوقية والدولية مع هذه الحالات في العراق؟
يعني المنظمات المحليه والدوليه هي يعني الان هي منظمات مراقبه لهذه الاعمال، وتوثق وتحصي الاعداد من حالات الاختفاء وغيرها من الحالات التي تنتهك حاله حقوق الانسان في العراق، وليس لها سلطه من بعيد ولا من قريب على الحكومه ولا حتى على مجلس الامن، سوى ان هذه المنظمات ترفع تقارير لمجلس الامن ولمجالس حقوق الانسان، وتاخذ هذه الدول الان بالنظر في هذه التقارير من دون العمل الجدي على ايقاف هذه الانتهاكات المستمره بحق المدنيين في العراق. وهذا ياتي من يعني وفق سياسه الولايات المتحده الامريكيه لمجلس حقوق الانسان بالضغط والهيمنه، فضلا عن ضغطها وهيمنتها على مجلس الامن الذي لم يحرك ساكنه منذ 2003 والى اليوم. شكرا جزيلا لكم عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، كنتم معنا عبر الهاتف من بغداد.